ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى من الشهر هل ورد؟ يقول السائل: ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى من الشهر والكافرون في الثانية من السنة أم أنها عادة اعتادها الأئمة؟ الجواب: قراءة الإنسان إذا أوتر بثلاث، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، هذا مما جاءت فيه السنة وليس مما اعتاده الناس، إلا أنه يجب أن يعرف أنه ليس بواجب أن يقرأ الإنسان هذه السور، لو قرأ غيرها فلا حرج عليه، ولكن إن تيسر أن يقرأ ذلك ويكثر منه فهو أولى، وليس ذلك بركن، لأن الركن إنما هو قراءة الفاتحة فقط. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الشفع الذي يسميه الناس الشفع هو في الحقيقة من الوتر، فإذا صليت ركعتين وسلمت ثم أتيت بثالثة فإنه يقال أوترت بثلاث، ولهذا ينبغي لنا إذا قمنا إلى الشفع ينبغي لنا أن ننوي أنه وتر، لأنه حقيقة وتر وليس صلاة مستقلة، ولهذا نقول إننا أوترنا بثلاث. وهذا الذي قلته يسلم به المرء من مسألة تقع بعض الأحيان، يكون الإمام يريد أن يوتر بواحدة ولا يبين ذلك للمأمومين، فيقوم ويصلي الوتر ويوتر بواحدة، ويكون المأمومون قد نووا الشفع، والشفع عند أكثر العامة ليس من الوتر، وحينئذ إذا أوتر الإمام بهذه الركعة فإنه إذا سلم تأتي أنت بما بقي من الشفع ثم توتر بعد ذلك، لأنك ما نويت الوتر هذه. أما لو كنت نويت حين كبرت للشفع أن يكون ذلك وترا فإنك إذا سلمت مع إمامك فلا حرج عليك وتكون قد أتيت بالوتر. والوتر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وسنجعل آخر أسئلتنا في هذه الليلة عن الوتر، لأن الوقت قد تم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.